السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي أولياء الأمور مع موقع نذاكر. النهاردة إن شاء الله درسنا سهل جدا وبسيط، هنتكلم عن حاجة اسمها مجموعة الأعداد الطبيعية. مجموعة الأعداد الطبيعية، في الأول خلونا ناخد حاجة اسمها مجموعة أعداد العد. مجموعة أعداد العد دي عبارة عن أو رمزها عين، ودي بتساوي 1 و2 و3 و4، وده الطبيعي. لما بتيجي تطلب من حد انه يبتدي يعد فبيبتدي من الواحد، ما بيبتديش من الصفر، فبيقول 1 و2 و3 و4 و5 و6 الى ما لا نهاية، وهي مجموعة غير منتهية. طبعا مجموعة اعداد الطبيعية بقى بتساوي اعداد العد دي، ولكن بحط في الاول الصفر، يبقى بضيف الصفر، يبقى اسمها مجموعة اعداد طبيعية. مجموعة الاعداد الطبيعية اللي رمزها ط بيساوي 0 1 2 3 4 5 إلى ما لا نهاية، وهي أيضا مجموعة غير منتهية. خلونا ناخد مثال. لو قال لي أكمل بوضع الرمز المناسب، أول رمز عندنا معناه ينتمي، والتاني لا ينتمي، والتالتة مجموعة جزئية من أو جزء من، والتالتة ليست جزء من. فعندي أول حاجة أو ألف الصفر، نقط الأعداد الطبيعية. طبعا الصفر ينتمي للأعداد الطبيعية، الصفر ينتمي للأعداد الطبيعية لأنه كان موجود. لو لاحظنا الصفر موجود في الأعداد الطبيعية، إذن فهو ينتمي للأعداد الطبيعية. طيب العدد ده اللي هو عبارة عن 2222، 2222 طبعا ينتمي للأعداد الطبيعية. طيب 22 و22 من 100، طالما في كسر فده لا ينتمي للأعداد الطبيعية. طالما في علامة عشرية دي وعدد بعد العلامة العشرية، إذن العدد ده لا ينتمي للأعداد الطبيعية. طيب العدد نفسه 2222 22 وموجود جوه قوس مجموعة، ده عبارة عن جزء من الأعداد الطبيعية، جزء من الأعداد الطبيعية. تمرين، عاوزينكم إن شاء الله تشاركونا حل المسألة دي في الكومنتات، وتقول لنا إزاي شرحتها لابنك أو بنتك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.